وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ أحمد. شيخنا عامل ايه؟ الله يكرمك، اتفضل يا فندم. انا حلفت بالطلاق بالثلاثه ان انا ما اخش بيت ابويا، كان وقت غضب يعني وكده، وقعدت بشار وما اخشوش، بس مش عارف اعمل ايه. لازم تخش بيت أبوك. حلفت قلت عليا الطلاق ما أنا رايح بيت أبويا، صح؟ قلت على الطلاق بالثلاثه ما انا داخل. جدع أسد. اتفضل. مشكله بقى وكنا متخانقين. طيب خلونا نتفق اتفاق يا جماعة. خلاص خلاص يا أستاذ أحمد اتفضل. خلينا نتفق اتفاق، الست اللي هي معاك دي مش ذنبها إن هي تجوزك وأنت عامل فيها سبع سباع، الطلاق ده ما ينفعش يبقى حلفان ناس كده كويسين، ما ينفعش الست اللي عايشة معاك تبقى مش آمنة على نفسها معاك، طول ما أنت بتتكلم عليا الطلاق ما أنا عامل كذا، ما هيش لعبة في إيدك، ده سيدنا النبي قال اتقوا الله في النساء استحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني اللي بينك وبين زوجتك مش القسيمة بتاعت المأذون ورقة، ناس كتير يقول لك إيه ده ورقة وتتقطع، أبدا ده وعد بينك وبين رب العزة سبحانه وتعالى، فما ينفعش حضرتك طول ما أنت قاعد تحلف بالطلاق فيه والله ولا أنت خايف تحلف بالله، ده أول حاجة. ولسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله كل محلاف مطلق، يعني اللي طول ما هو يتكلم والله ما حصل والله ما عملت اقسم بالله، او يقعد يطلق في مراته، ما ينفعش. طيب هو بيقول لي انا حلفت بالطلاق وقلت علي الطلاق بالثلاثه ما انا رايح بيت ابويا، اولا ما ينفعش تحلف على بيت ابوك او بيت امك او بيت اخوك، لان غصب عنك مش بمزاجك هتروح. طب اعمل ايه في اليمين ده يا مولانا؟ هذا العلماء قالوا ان هذا يمين، ما طالما اريد بيمين بالطلاق ده حلف فيجوز ان تكفر عنه باطعام 10 مساكين الاول او صيام 3 ايام، وما ترجعش لده تاني. وخد بالك كل اللي بيحلف بالطلاق ويبقى عليه ويعني ويسيب الحلف بالله عليه وزر، اي نعم الطلاق هيبقى له كفاره لكن عليك وزر. خلونا نكمل موضوع معانا ام محمد، اهلا وسهلا أم محمد اتفضلي. طيب لسه معانا أم محمد ولا خلاص؟